في قصة تم تداولها برضو امبارح كان بطلها محمد صلاح، يمكن النهارده بادئين بنجومنا يعني. محمد صلاح اللاعب المصري العالمي في ليفربول، تم امبارح برضو بعض المعلومات عن محاولة من قناة الجزيرة القطرية ان هي كانت بتتواصل مع بعض اقاربه عشان يسجلوا معاهم ويحصلوا منهم على اي كلام عن صلاح. ما كانش اي كلام عن صلاح ولا حاجة، ولكن زي ما هتسمعوا بعد شوية، واحنا وثقنا هذا الكلام من والده، انه فريق الاعداد بتاع الجزيرة لما راح لبعض اقارب صلاح في 6 اكتوبر وقال لهم هتكلموا معانا بس هتقولوا اللي احنا هنقوله لكم وهنديكم 100,000 جنيه، ومحاولة واضحة جدا، مش عايز اقول تشويه، الله اعلم هم كانوا هيحطوا على لسان اقارب اللاعب الكبير يعني محمد صلاح ايه، لكن خلينا نسمع القصة من على لسان والده في اتصال تليفوني برضو بينه وبين زميلتنا ايمان ماهر. اتصل فيه واحد كان معرفش قناه ايه كده، نزلت وراحت لناس قرايبي من بعيد يعني الدرجه الرابعه، رايحين يديهم فلوس يغروهم بفلوس علشان يقولوا كلمتين على محمد صلاح مش كويسين، بس هم قرايبي قاعدين في 6 اكتوبر، انا هم قرايبي من بعيد خالص، هم عايزين يمسكوا اي حاجه بقى او يقولوا لها خدي كلمتين، واحد اثنين ثلاثه خدي الكرشين. بس هي رفضت الموضوع وطردت. هي كانت لسه بتتكلم، حظها ان ابنها المتعلم جاي من الجامع وجاي سمع الكلمتين وهو بيقولوا لها ورا الباب. قال له داخل في حاجه يا اخوانا استجلكوا كده في حاجه؟ قال لهم لا 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 احنا كنا عايزين الحاجه بكذا حاجه عشان نعرف ان هي محمد صلاح. قال لهم اه طبعا ايه عايزين ايه من كابتن محمد صلاح؟ قال لا لا بس انا يعني كان هتعمل حديث معانا كده وبتاع شوف الحاجه وهنديها قرشين كويسين قيمه 100,000 جنيه ومش عارف ايه وتقول كلمتين اللي هنقولوا لها تقولوا. قال لهم طيب طب روحوا اتفضلوا انتوا بقى ماشي. قالوا طب هنديكم فرصه يومين ثلاثه وتفكرهم بس هات رقم انت تليفونك. فالواد بيقول لهم هاتوا رقم تليفونكم، قالوا لا احنا اللي هنتصل عليه. وضلوا راكبين العربيه وماشيين. قالوا له بعدين احنا انت فكر انت وقول لوالدتك واحنا هنديكم 100,000 جنيه وهنيجوا كده نعملوا حديث معاكم لوحدها مقفوله كده ونقول لكم كلمتين ثلاثه تقولوهم. فراح الولد متصل بحضرتك. الولد اتصل عليا في الحاله. طب وما قابلتش حضرتك قبل كده موقف زي كده مثلا؟ حصلت معاكم موقف زي كده؟ معايا مين؟ او معايا؟ لو حصل معايا هولح فيه. هم شايفين ان محمد دلوقتي الدنيا ماشيه الحمد لله تمام والدنيا كويسه، محمد بيحب بلده، محمد الدنيا كلها المصريين قاعدين يتفرجوا على ماتشات وحلوه والعالم كله ما شاء الله بيحبه. اه والدنيا حلوه خلاص للناس والشباب وقاعدين يتفرجوا وفرحانين، هم مش عايزين يفرحوا الشعب المصري، هم عايزين يغموا الشعب المصري، ربنا ينتقم منهم، عايزين يعملوا مشكله، عايزين الدنيا تتقلب، هم عايزين خرابها، ربنا ينتقم منهم يا رب. الامر لا يخص محمد صلاح وحده، يعني يمكن على لسان والده لما بيقول انه بعض اعضاء فريق الاعداد من القناه يعني قناه الجزيره، هو قال لك يعني القناه ياها او احدى القنوات، لما سالنا عرفنا انها كانت قناه الجزيره، بيتكلم ببساطه شديده جدا انه بعض فريق احد اعضاء فريق الاعداد قال للست اللي هي يعني قريبه من الدرجه الرابعه انه هنقول لكم كلمتين ثلاثه تقولوه. الله اعلم كان ايه الكلمتين ثلاثه اللي هيقولوهم دول او يلقنوهم لهذه السيده اللي هتطلع تقول انها قريبه محمد صلاح، لكن وعي الاب الحقيقه بياكد اكتر من حاجه، انه هو واعي جدا بما يقوم به ابنه، انه يعني ده سبب فرحه للمصريين تقريبا، الحاجه يعني او من الاشياء القليله اللي بيجمع على المصريين جميعا دلوقتي محمد صلاح، لا احد يختلف عليه ولا احد يختلف على انه مصدر للسعاده والبهجه للمصريين. فهو مدرك جدا اللي بيعمله ايه، ومدرك انه هذه القناه تناصب مصر العداء وعايزه تنكد على الناس باي طريقه، يمكن حتى بتعبيراته، يعني هم عايزين يعملوا ده للتنكيد على الناس، ينكدوا على الناس. ندخل بقى في كلام يتقال على صلاح فيبقى مش صحيح، فندخل في تكذيبات ويطلع، لكن حسنا فعل ابن هذه السيدة انه تواصل مع والد محمد صلاح
لوقت هذه المحاولة بسرعة، وإن كان يمكن أن يحاولوا مرة أخرى، لأن احنا قدام الحقيقة إعلام كل همه وكل هدفه هو تشويه كل ما يحدث في مصر. وبالمناسبة يعني صلاح راح لعب برا وعاش برا يعني، لكن في النهاية هو بتاعنا بتاع مصر يعني، محدش هيقدر ينازع الناس فيه. وبعدين إن شاء الله ربنا يوفقه، أكتر طال به السفر سيعود مرة أخرى إلى بلده وإلى وطنه، اللي هو الحقيقة بيعمل لها كتير جدا.